هنا خواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. اليوم هذا الفيديو فيديو حصري لشرح مستجدات التطبيق الذي انزلته وزارة الصحة، وكذلك بتعاون مع وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي هيئة رسمية. هذا التطبيق اللي هو تطبيق وقايتنا، تطبيق مغربي 100%، يعني جاء هذا التطبيق جاء لحمايتنا وكذلك للتسريع من وتيرة اكتشاف الحالات المخالطة لأحد أي مصاب بفيروس كورونا، وكذلك تعجيل بالتدخلات والوقاية وعزل كذلك جميع المخالطين. هذه الخطوة هذه الحمد لله اللي بادرة طيبة، اعتمدتها بعض الدول الأخرى واللي مكنتها، كانت من أبرز يعني الأدوات اللي مكنتها من التخلص من هذا الوباء، وخاصة دولة الصين التي حاصرت هذا الوباء بشكل يعني ملفت للنظر. شنو وما هو السر؟ كانت الوسائل التكنولوجية، حيث استعملت الكاميرات وكذلك جميع وسائل التكنولوجيا لاكتشاف الحالات وكذلك الحالات المخالطة للمصابين بالفيروس، واستطاعت التغلب عليه بالطريقة أو بالسرعة التي شفنا يعني رأينا الصين تتخلص من هذا الوباء. إذا ما نزيد نطول عليكم، ندوزو الفيديو للتطبيق باش نشوفوا كيفاش نخدموا الفيديو وكيفاش نخدموا التطبيق وكيفاش كيفاش العمل دي طريقة ديال العمل ديالو، طريقة التنزيل ديالو. ما تنساوش بارطاجيو مع الناس باش الجميع يعني ينزل هذا التطبيق هذا، باش نعاونوا راسنا ونعاونوا الدولة ديالنا ونكونوا كمواطنين صالحين بالاكتشاف والتسريع من اكتشاف يعني المصابين وكذلك المخالطين ديالهم لحمايتنا وحماية العائلة ديالنا والأقارب ديالنا والجيران والأصدقاء من الوباء. تابعوا معي الفيديو، وما تنساوش إذا كنتوا لأول مرة تشاهدون هذا الفيديو ديروا اشتراك، ديروا جيم للفيديو، وكذلك فعلوا زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله إذا كانت في حالة شي حال يعني شي مستجدات في هذا الشهر هذا، أو شيء يعني يعني أعمال أخرى من خلال الأعمال التي أقدمها في هذه القناة، قناتكم المعلومة وهي حق للجميع. تابعوا معي. إذا إخواني أخواتي، هذا نوريكم طريقة تحميل تطبيق وقايتنا، التطبيق اللي وضعته وزارة الصحة لتتبع المخالطين للحالات. كنمشيو للبلاي ستور. ها هي بلاي ستور، كندخلو هنا كنكتبو وي قايتنا قايتنا، كنمشيو لهنايا انستاليو هنايا هكا، نتسناو الانستالا. التطبيق هو تطبيق صغير وخفيف، يعني ما لقاوش فيه مشكل في الانستالاسيون ديالو في التنزيل ديالو. كنتسناو واحد شويه، ها هو انستالا عندنا. كنديرو اوفغيغ او فتح بالنسبه للناس اللي مانستالين بلاي ستور باللغه العربيه. كنجي هنايا نخدمو نكملو بالعربية، كندير هنا موافق. هنا فهاد هنا قال لك هنا كيف يعمل هذا التطبيق. هذا التطبيق يستعمل بلوتوث هاتفك لتسجيل أجهزة أشخاص الذين قابلتهم بعد تحميلك للتطبيق، أي مباشرة بعد ما تنحمل هذا التطبيق هذا وتنأكتيفي كيولي خدام، كيبقى يسجل ليا جميع الاشخاص اللي كندوز من حداهم او اللي كنقابلهم على مسافة 100 متر تقريبا. ثاني شيء، يشعرك التطبيق في حالة مخالطتك لمستعمل تأكدت اصابته بفيروس كورونا المستجد. دي اهم حاجة، ان فوا كي ديتيكتا شي واحد عنده كورونا وكانت ديجا داز من حداك نتايا، التطبيق هذا كيصيفط لك ميساج تيقول لك شوف انت راك كنتي انت واحد من المخالطين ديال هذاك الشخص.
ثالث حاجة وهي اتباع التوصيات التي سيتم إشعارك بها من طرف وزارة الصحة. هادشي كله كيتضمنوه هذا التطبيق. إذا نستمر هنا، هنا كندخلوا الرقم الهاتفي ديالنا، من بعد ما تندخلوا كيجينا واحد الكود، هاد الرسالة قصيرة، ها هو فيه 6 ديال الأرقام، عندنا تنكتبوها أو لا، كي تقدر تكتب أوتوماتيك بالنسبة للناس اللي عندهم بعض الهواتف اللي كتمسخ داك الكود أوتوماتيك. ها هو الكود اللي جاني أنا فيه 6 أرقام. قالك إذا لم تتمكن من تلقي الرمز فتتمكن من طلبه في غضون دقيقتين. إذا إلا ما جاكش هذا الرمز هذا في واحد جوج دقائق، كتجي هنا لتحت كدير أعد إرسال الرمز. إذا ملي كندخلو هذا الرمز هذا كنديرو تحقق. ها هو المرجو تفعيل الخاصيات اللازمة لتشغيل التطبيق. تشغيل التطبيق يستلزم تفعيل الخاصية التالية، يعني الموقع هذا التطبيق هذا كي أول حاجة كيفعل البلوتوث، كيخدم واحد محسن ديال البطارية، يعني باش كيعاون البطارية أو الباتري ديالك باش ما يخواش، وأذونات الموقع يعني كيصيفط لك إشعارات بحال إذا كانت شي حالة أو كانت يعني أي ميساج، أي حاجة اللي كتهمك أو أي جديد كيصيفطو لك هذا التطبيق. دونك حنا كنديرو موافقة وكنديرو تم. هنا توجور أوتوريزي، هنايا أوتوريزي أو للسماح. فوالا هنا هما عطاونا هنا التطبيق مفعل، شكرا على مساهمتك في الحد من انتشار الفيروس. التطبيق هنا كما شفتو كيتضمن إحصائيات ديال الحالات المؤكدة اليوم اللي هي 26 حالة بالنسبة لليوم فاتح يونيو 2020 الساعة حدود الساعة 7 ليلا، المتعافون اليوم 434، وحالة الوفيات الحمد لله اللي هي 0 حالة. كما بإمكانك تشارك التطبيق مع العائلة ديالك والأصدقاء باش يساهموا بدورهم في الحد من انتشار الفيروس، أي أنك تصيفط لهم هاد الابليكاسيون الواتساب ديالهم أو يعني تصيفطوا لهم في ميساج أو في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. وهنايا كندخل هنايا كاينة واحد الأسئلة متكررة، كتدخل كتلقى جميع الأسئلة، يعني بحال الأسئلة اللي كيسولوا في دوزان، كتسولوا ما المقصود بوقايتنا، هل أنا ملزم بتثبيت التطبيق، لماذا تثبيت التطبيق، هادو كلهم أسئلة الناس اللي بغاو يتعرفوا عليهم. إذا نشوف نقدروا نشوفوا إطلالة صغيرة على التطبيق. إذا التطبيق هو تطبيق مغربي متوفر بالمجان لإشعار باحتمال التعرض لفيروس كورونا، يعني أي هذا كيشعرك بأنك احتمال أنك تكون تصابتي بالفيروس لأنك كنتي دايز من حدا شي واحد فيه كورونا، أو لا شي واحد من العائلة ديالك كانت فيه كورونا وداز من حداك، أو لا كنتي من المخالطين ديالو. يعني التطبيق يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد. هو التشخيص المبكر، هذا أحسن شيء من خلال للتشخيص المبكر لحالات كورونا الفيروس 19 كوفيد 19. دونك هل أنا ملزم بتثبيت هذا التطبيق؟ لا يعتبر تثبيت التطبيق واستعمال التطبيق عملا تطوعيا. إذا كما فتفنا لا يعتبر تثبيت التطبيق واستعمال هذا التطبيق عملا تطوعيا، فهي مبادرة مواطنة للمساهمة في التصدي ضد انتشار الفيروس. يعني كمواطنين باش نساعدوا الدولة ديالنا ونساعدوا وزارة الصحة ونساعدوا نفوسنا، خاصنا انستاليو هذا التطبيق. علاش؟ إذا هذا التطبيق هو أولا حماية لنا، يعني في حالة مخالطة الحالة تم تأكيد إصابتها بكوفيد 19 كيتم الإشعار بنا والتكفل سريع بالحق بنا. حماية الأقارب، إشعاركم بالسرعة اللازمة، يعني من كي يقولنا هذا التطبيق راه حنايا يعني أننا مشكوك أننا نكون حاملين هذا الفيروس أو ممكن أننا تصبنا بهذا الفيروس، كنحميو كنجنبو العائلة ديالنا نقل العدوى، وخاصة يعني الأسرة ديالنا الأبناء ديالنا والأشخاص المتواجدين بالمحيط ديالنا، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي. يعني باش ديك الساعات كنديرو الحجر ديالنا وفي انتظار النتائج إن شاء الله. كيفاش تخدم هذا التطبيق؟ التطبيق سيدي كيتم تثبيت ديالو من طرف أي شخص كيتواجد بالمغرب، وذلك بالسمارتفون، أي تليفون سمارتفون متوافق مع تقنية البلوتوث،
كاين في اندرويد والايوس بالنسبه للناس اللي عندهم ايفون. الهدف من هذا التطبيق كما قلنا هو تسهيل تحديد مخاطر الحالات المؤكده ايجابيا اصابتها كوفيد بكوفيد 19، وكذلك تعزيز قدره تدخل الفرق تتبع المخالطين وتحقيق استعمال امثل تحاليل كشف يعني الكشف عن الفيروس. هذا التطبيق هذا كيعطيك المعطيات اللي كيوفرهم هو الفئة ديال الناس العمرية، يعني السن ديالهم، النوع، واش انثى ولا ذكر، العمل والاقليم، وكذلك محل الاقامة. شنو الاغراض اللي كانت تستعمل هذه المعطيات ديالي؟ يعني الناس اللي تيقول لك غادي علاش انا نحط المعطيات ديالو، هذا الغرض هو الغرض الوحيد ديالو هو تسريع وتيرة الكشف عن الاشخاص المحتمل اصابتهم بالعدوى. اين نجد التطبيق؟ التطبيق هي متوفر مجانا في جوجل بلاي واب ستور. هل يمكن التشغيل؟ يمكن بدء تشغيل التطبيق. يعني كيفاش التطبيق؟ اول حاجه نانستالي التطبيق، نقبلوا الشروط، وتسجيل رقم الهاتف، وتشغيل بلوتوث. هذا فقط اللي محتاجينه باش يخدم هذا التطبيق. هذا التطبيق هو كما قلنا مغربي، طورته فرق متعدد التخصص تنتمي لوزارة الصحة ووزارة الداخلية، وكذلك بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ووكالة التنمية الرقمية، وكذلك بمساهمة تطوعية مقاولات وشركات مغربية خبيرة في مجالاتها. إذن الأسئلة تقريبا نفس الأسئلة اللي كتعاود كاملة. دونك نرجعو في أعلى الصفحة هنايا نشوفو لك شي سؤال مهم، ما هو تأثير كل شيء غيسول على البطارية ديالو. على عكس استخدام تقنية يعني هاد التطبيق يعني ما غاديش يأثر على الباتري ديالنا اللي غيخدم بشكل طبيعي، على عكس ملي كتبغي تستعمل البلوتوث باش تستعمل الموسيقى او يعني باش تدوز الكاسك او اللي زيكوتر واحد اخرين. فالتطبيق كيستعمل تقنية البلوتوث منخفضة الطاقة من اجل بعت وبشكل منتظم إشارة لتواجده. صافي، يعني على هادشي كان في الأول في بادئ الأمر كنشوفوا أنه استخدام البطارية تحسين استخدام البطارية. واش التطبيق خصو الإنترنت؟ لا، بيان سير لا. يستهلك هذا الاتصال كمية صغيرة من البيانات تناهز 100 كيلو بايت في الشهر. يعني خاصك يعني تدخل الإنترنت مرة واحدة على الأقل في اليوم لاسترداد المعرفة المجهولة اللازمة. يعني هي مرة واحدة فقط تصل بالإنترنت، ويعني المدة وجيزة. هل يمكن الوصول إلى رمز مصدر التطبيق؟ نعم، رمز مصدر التطبيق متاح في المصدر المفتوح open source، ويمكن الحصول عليه على الرابط التالي. اللي بغى يشوف المصدر ديال التطبيق ديالنا منين تصاوب. إذن كما قلنا بالنسبة للمعطيات، لا يتم حصريا استخدام المعطيات الشخصية. يعني ما تخافش من المعطيات ديالك، ما يمشي التصاور، ما غيمشي واتساب، ما يمشي مكالمات، ما تمشي حتى شي حاجة. غتمشي يعني بيانات ديال الأشخاص المخالطين اللي كنت إحداهم خلال 21 يوم الأخيرة فقط لا غير. إذا هاد الشيء اللي كاين هنايا. دونك نرجعوا سميتو التطبيق ديالنا اللي هو هذا. هما كما كتشوفوا هذه الواجهه الرئيسيه، الاحصائيات اللي كاينه، يعني في الحاله يعني الاحصائيات منذ بدايه الوباء الى الان، وتقسيم حسب الجهات. معطيات هنايا مازال معطيات مازال يعني هنا هذه الواجهه فقط الى التصل بك في رقه من وزاره الصحه، وكذلك جهه فيها نصائح اللي يجب اتباعها خلال هذه المرحلة هذه اللي إن شاء الله ما بقاش لينا فيها بزاف. إن شاء الله قربنا نفوتوها ونتجاوزوها على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.